نعم. ممكن الفك السهل ياخذ اجر على ذلك. كان حقا ياخذ اجر من هو اللي بيرقي وبياخذ وبيفك؟ لا مثل ما اخذ الصحابه. طيب اذا لما راق اول الذي اعطاه قطعه من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس. نعم. والانسان يرقي نفسه بنفسه اذا اراد. يرقي نفسه. عندي والدي يريد ان يزوج احدى اخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام. ومن اراد ان يعرف هذا فليراجع كتاب فتح المجيد في الحسن الحسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في المشرع ذكر هذه الاشياء. وهكذا اصله في الشيخ العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في المشرع في شرح كتاب التوحيد. فتح المدينة موجود في الأسواق والمكتبات. وكذلك أصله تيسير عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتاب باب ما جاء في المشرع ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم.